الشيخ الجاسوس يهوذا فاضل، قصة نعيشها كل يوم عن عسل بطعم السم. يهوذا فاضل هو يهودي من يهود اليمن، هاجر من اليمن إلى فلسطين عام 1946، جندته المخابرات الصهيونية لحسابها هناك تمهيدا للحرب التي كان يعد لها الصهاينة لتأسيس الكيان الصهيوني عام 1948. وقد اتخذ الإسلام ستارا لعمله لحساب الموساد، وحفظ القرآن الكريم كاملا بتفسيره وعلومه، وليس هذا فحسب، بل كان يؤم المصلين في المسجد الأقصى أيضا، تخيل. ثم اقتدت طبيعة المهمة نقله إلى قطاع غزة، وهناك وفي جامع خان يونس كان يقضي فاضل معظم أوقاته يرتل القرآن ويقيم الصلاة ويعظ الناس ويشرح لهم أمور دينهم ودنياهم، فأحبه الناس ووثقوا به والتفوا حوله من كل صوب، فذاع صيته وكثر مريدوه. وبرز دهاؤه حين دخلت قوات الشهيد المصري أحمد عبد العزيز إلى خان يونس في عام 1948، فراح يرتل القرآن ويدعو لهم بالنصر، وراح يردد الله أكبر الله أكبر. وحين بدأت الحرب العربية الصهيونية في عام 1948، اتصل بالقوات المصرية التي شاركت في الحرب هناك، واقترب من قائدها البطل أحمد عبد العزيز ونائبه كمال الدين حسين. تسلل الشك إلى المخابرات العسكرية المصاحبة للقوات المصرية في مدينة خان يونس متسائلة عن سر هذا الشيخ، فقررت أن تراقبه، خاصة بعد أن لاحظت اختفائه عدة ساعات كل يوم عند منتصف الليل. وبمراقبته اكتشفت أنه يتسلل من معسكرات الفدائيين المصريين إلى معسكرات العصابات الصهيونية. وذات يوم وخلال الهدنة التي عقدت بين الصهاينة والمصريين هناك، طلبت القوات الصهيونية من القوات المصرية بعض الأدوات الهامة والعاجلة لعلاج الضابط الصهيوني التي كانت إصابته خطيرة من جرح نافذ في رقبته، وهذا عرف مقبول في الحروب. وقد وافقت القوات المصرية حينها وأرسلت أحد الضباط المصريين إلى معسكر الصهاينة حاملا الدواء المطلوب لعلاج الضابط الصهيوني، بينما كانت مهمة الضابط الأساسية هي جمع معلومات سريعة من مشاهداته داخل معسكر العدو. ولسوء حظ فاضل يهوذا أنه كان في نوبته الليلية لنقل المعلومات إلى العصابات الصهيونية، فرآه الطبيب المصري وتجاهله. وعند عودة الطبيب إلى المعسكر أخبر زملائه المصريين بوجود فاضل يهوذا في المعسكر الصهيوني. كانت الشكوك قد حامت حول يهوذا فاضل بأنه جاسوس صهيوني في المعسكر المصري، واختفى فاضل ولم يعد يتردد على المعسكر ليؤم الجنود والضباط المصريين في الصلاة. وقتها أخذت الحمية أحد الضباط المصريين فتطوع لخطف يهوذا فاضل وإحضاره إلى القيادة. وتسلل مع أحد الجنود إلى معسكر الصهاينة، وبالفعل فقد تكللت مهمتهما بالنجاح، وتمكن من خطف فاضل وتكميم فمه حتى لا يصيح وينبه الصهاينة إلى وجود الضابط المصري ومساعده بينهم. وتمت محاكمته أمام لجنة عسكرية مصرية من ثلاث ضباط
وصدر الحكم بإعدامه رميا بالرصاص، ونفذ فيه الحكم عقب صدوره فورا، وتم إلقاء جثته أمام المعسكر الصهيوني. فكم يا ترى هناك من يهوذا اليوم بيننا يتلو القرآن ويؤم المسلمين للصلاة، ونعده نحن عالما ونتآسى به، وهو في الحقيقة ليس إلا يهوذا فاضل جديد. رحم الله أمير الشعراء حين قال في ختام قصيدة نحفظها جميعا: مخطئ من ظن يوما أن للثعلب ديناً.